السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على بابي في أول كلمته، يعني وين تحقق حلمي وسأبذل كل حياتي لأجل أفضل نادي في التاريخ، يعني وين أشعل بها يعني حماس يعني ريال الجماهير، يعني وين غادي تكون يعني وقدم وعد قوي بتصريحات تلهب حماس الجماهير ريال مدريد. هذه هي وين غادي تكون، وين ألهبت تصريحات مبابي حماس جماهير ريال مدريد خلال تقديمه يوم الثلاثاء لاعب جديد للنادي الإسباني في لحظة تاريخية، حيث أعلن النجم الفرنسي بفخر وحماس أن حلمه الطويل باللعب مع الفريق قد تحقق، مقدم في وقت ذاته وعد قوي في أول كلمته بعد يعني التوقيع الرسمي مع النادي الأبيض. فكاش لي ما يحلمش يلعب مع الريال ولا البارسا؟ كاين ريال بارسا، كاين جوفنتوس، ميلون، الانتر ميلون، كاين هادو أندية، كاين سورتو ميلون ميلون هي قضية تاع الميزانية، قضية تاع الضرب ولات رجعت. وما ميلون على بالك فاهم، كاش لي ما كاش يحلم باش يلعب في ميلون، كاش تربد التريكو تاع ميلون لك حلو الأحمر ولا وفاني خويا. وميلون فاني كانت ميلون إنجليز، كانت تشيلسي، ليفربول، كانوا مانشستر يونايتد باش تلعب فيها فاني كليق. كاين أندية، كاين بايرن ميونخ، بوروسيا دورتموند، كاين بصح هادو كاين واحد الأندية بنادم يكون صغير يحلم باش يلعب معاهم، يحلم حتى فالونسيا في إسبانيا وعندها اسم محبوبة، فالونسيا محبوبة في إسبانيا فاني. بصح النجوم كبار يعني مكاش ما يحلمش يلعب في الريال ولا يلعب في البارسا، خاصة هذه 20 عام الأخيرة، نقولوا 20 عام الأخيرة هذه باش يكون على بالك. وين ألهبت تصريحات مبابي حماس جماهير ريال مدريد خلال تقديمه يوم الثلاثاء لاعب جديد للنادي الإسباني في لحظات التاريخية، حيث أعلن النجم الفرنسي بفخر وحماس أن حلمه الطويل باللعب مع الفريق قد تحقق، مقدم في وقت ذاته وعد قوي في أول كلمة بعد التوقيع الرسمي مع النادي الأبيض. وصرح مبابي وهو يبتسم بالفرح، معبر عن قراره بأن يكون جزء من تاريخ ريال مدريد مع التزام القوي بأن يساهم في مجد النادي والجماهير الوفية. وقال النجم السابق لباريس سان جيرمان وموناكو: صباح الخير جميعا، سأحاول التحدث بالإسبانية، من الرائع أن أكون هنا، إنه الأمر مدهش أن أكون هنا، قد حلمت لسنوات عديدة باللعب في الريال واليوم يتحقق حلمي، أنا شاب سعيد. صح ما لعب الدور خلدات حق 25 عام، يعني نضج مليح ودبروه. شوف كيفاش الام فانيك عائله رياضيه، يعني باباه كان لعاب كره اليد، الام لعيبه تاع كره يد. شوف كيفاش. واشاد النجم الشاب بدعم رئيس النادي بيريز وثقته الكبيره فيه، معبر عن امتنائه لكل الاشخاص الذين جعلوا انتقاله الى ريال مدريد ممكن. فيها زيدان، فيها بزاف. وفي تصريحات بابي الاولى والتي نقلتها وكالة الأنباء الإسبانية، أوضح النجم الفرنسي: أريد أن أشكر رئيس بيريز الذي وثق بي منذ اليوم الأول، لقد حدثت أشياء كثيرة، لكن شكرا لك. وزيد زيدان شخصية تاعو صعيبة وقوية، شخصية قوية. نهار اللي قال له بين حبس، قال لك دخلت عنده البيرو بيريز، دخل عند زيدان البيرو، زيدان دخل عنده الاداره قال له بين حبس، مي قال له صايب بين حط استقاله تاعي كمدرب، دا 3 كوب شامبيون دوروبا خويا، شامبيونز ليغ 3 على طريق. قال مي بغى يحط استقاله، قال له علاش زعما ما نيغوسيتش معاه؟ بس قال له نعرفو كي داير، قال له كي قال لي صايك، قال له ما زدتش، قلت له لا اقعد من هذا، قال له صايك.
هذه هي. وأضاف أشكر أيضا جميع الأشخاص الذين جعلوا وجودي هنا ممكن، وأرى جميع أفراد عائلتي أمي التي تبكي من الفرح. وختم بابي كلمته الأولى بوعد بأنه سيعطي كل ما لديه للنادي، معبر عن رغبته الكبيرة في تقديم أفضل مستويات له ليساهم في نجاحات ريال مدريد في المستقبل. وزد: لدي اليوم حلم آخر بأن أكون على المستوى الأفضل نادي في العالم، وبإمكاني أن أقول أنني سأذهب يعني حياتي لأجل هذا، سأهاب حياتي يعني لأجل هذا النادي. يدير معي يدير 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 يدير. ورد رئيس فيريز على تصريحات بابي مخاطب اللعب: أنت هنا الآن لأنك أردت ذلك، حتى تحمل القميص الأبيض المرصع ب 15 لقب أوروبيا، والجماهير ريال مدريد ستكون معك للأبد. وأوضح قبل 12 عام دعا زيدان زنديل زيدان طفل إلى مدينة ريال مدريد، واليوم هذا الطفل هو بطل هذا الحدث. حان الوقت للترحيب باللعاب الاستثنائي، جاء لمساعدتنا على مواصلة الفوز، اللعاب يحقق حلم حياته، نرحب بأمبابي. زيدان مي كانت عنده 12 عام جابه للريال عرضه، قال لك اليوم راه بطل عندنا. وعرف حفل تقديم أمبابي لريال مدريد إجراءات استثنائية وأجواء خيالية، حيث بدأت الجماهير ريال مدريد منذ ساعات الصباح الباكر بالتوافد إلى الملعب التاريخي لبرنابيو. المشكلة يعني مشكلة طوابير مشكلة طوابير طويلة خارج الملعب، يعني كما اكتسى الملعب حلة جديدة داخلها وخارجها لاستقبال مبابي مع الأكشاك والمنتخبات التذكارية والمنتجات التذكارية، والتي عملت بكامل طاقتها لتلبية احتياجات الجماهير المتوقعة. وشهد المتجر النادي بجانب الملعب ازدحام كبير، حيث اندفع الجمهور لشراء قمصان الجديدة والتي تحمل اسم مبابي رقم 9، ما أضاف أجواء تجارية مثيرة. وفي الداخل كل شيء كان جاهز لاستقبال مبابي، حيث زينت كؤوس الدوري أبطال أوروبا مسرح الرئيسي في أول ظهور للنجم الفرنسي بقميص الفريق الملكي. انا نشوف الاقتصاد عمك شا دخلوا دراهم، تشا دخلوا دراهم، شو 80,000 متفرج، الملعب كاع معمر لي ماغازا يعني تاع الاكل، كلش 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 كاع خدموا كاع خدموا كاع فيه البار فيه كلش كاع الناس خدمت. ثم دخلوا المتحف تاع النادي، المتحف تاع النادي جاي تحت الارض اخويا، 3 أطباق وقيلة 3 أطباق تحت الارض راك شايفيه، ولا راك شايفيه فيه تاريخ. الناس كي دخل دراهم خويا، انتو قاعد زبتي عازم قالوا عندهم صناطرا ولا عندهم الاخرى صناطرا غاز ولا 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 تاع الاخرى تاع الطيران ولا لا دراهم دراهم يدخلوا يدوروا وحدهم. جابوا لعاب تريكوات ما قاموش، قال لك الصبر، وقال لك لي غادي يوصل تريكو يوصل شهر ونص، شهر شهر ونص. امالك خليك تحلم تريكو تحلم به وين غاز بزع قول. وين غاز بزع صاحب التريكو تاعي قلت لكم يعني تاع التريكو ناف وحمل يعني وين وكلموا عليهم يعني هو ستيفانو احد ابرز الاساطير الذين حملوا رقم 9 من ريال مدريد، وذلك في موسم متفوق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. كذلك تضم تلك القائمه ايماويلان في موسم 84 85 وسانجيز 85 حتى 92، وحمل لويس أريكي الذي يصنفه مشجعي ريال مدريد كاللعاب الخائن لانتقاله إلى الغريم برشلونة قميص الأبيض رقم 9 في موسم 91-92 و95-96. وتسجل إشارة أن أريكي هو مدرب مبابي في موسمه الأخير مع باريس سان جيرمان، وارتدى رونالدو زي القميص بداية من الموسم الثاني 2003-2004 حتى رحيله عن قلعة البرنابيو في 2007. كريستيانو من 2009
يعني 2010 وذلك الآن مفضل سبعة كان يرتديه، وقبل بابي كان كريم بنزيما آخر لاعب يحمل قميص رقم 9 يعني من 2010 2011 حتى رحيله 2023. هذه هي أخويا، ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيتكم.